ارتاح. والله خفنا كثير، انتو كمان لازم تروحوا. كيف يعني؟ دفعتوا مصاري مشان تخافوا؟ احنا مع بعض ودفعنا، بس الموضوع بيستاهل مو هيك؟ ما خفتوا شباب؟ انا بعرف هالشغلات كمان. هن بيحولوا البيت لمكان كثير مخيف، وبخبوا شغلات هون وهنيك وبتسلوا كثير. يا ريت نروح نتفرج. اكيد رح نتسلى. لا انا ما تعبت. لك حاجتك سلبي بقى. نحن يا دوب لقينا مصاري لنجي على المدرسه فيهم. اول ما فتنا مزبوط كلام مكيف علينا. اصلا بيتنا مثل بيوت الرعب. نشوف شيء. ايه صح، صرنا ميت بس موجود بالبيت. كثير بخار. كان في صوت طبول ما طبول. ليلاس بس فتحنا ميت لعبة نجمع مصاري. شو رايك نجرب؟ ايه فيكم نجرب، على الاقل منطلع مصروف طريقنا، لان اذا ضلينا هيك ما عتقدر نجي لهون. انت انا الجور هون قريب، شو رايك نجهزه؟ ايه ماشي، بس بيكون هنيك في زعلان مو هيك فيكم؟ يعني ما بدنا نصيبه فوق راسنا. بنحل الموضوع وباسوأ الاحوال بنطلب مساعدة من ابي. انا بلشت خاف من هلا. ايه شت يا اولاد، يا شتمان انتو تعوا لهون. واخيرا لقيتكم. يعني انت شو عم تعمل هون بابا؟ يعني يا بنتي شو بدي يكون عم بعمل؟ وينو حكمت؟ بدي اياه ضروري. بابا حكمت شو بدي يساوي هون؟ كيف؟ هو ما عم يدرس معك هون؟ يا بابا شو نسيت انه اخذنا حكمت على مشفى الامراض العقلية؟ عن جد؟ هو اللي بالمشفى صح؟ كيف راح عن بالي؟ بس كان راح ينفعني كتير هلا هالولد. طيب لكن خلينا نروح على المشفى نهربه. يلا بابا ما فينا نهربه، ما بيقدر يطلع من هنيك، هو مريض لدرجة انه ما عم يسمحوا لنا نشوفه حتى. بعدين اذا شو بدك بحكمت هلا؟ ما فهمت. عن جد؟ ما فيني هربه يعني؟ لا بابا، في حراس كتير بالمشفى، اصلا هو كل الوقت نايم لانه بيعطوه ادوية كتير تقيلة، هيك قالت اختي. يعني وقت صار في له فائدة انتو اخدتوه وحطيتوه بمشفى الامراض العقلية؟ معقولة هالحكي؟ انت حكمت طلع فيني ولا قديش عمرك؟ انا فكرت عمري 11 سنة. ايه منيح، واذا 7 سنين ما بيأثروا؟ تعال نروح. لوين بدك تاخده بابا؟ بدنا نروح ناخذ الوكي. يلا امشي. بابا استنى شوي. يا بابا طيب مين بده يصدق انه فكرة عمر 18 سنة؟ كيف يعني؟ ليش لحتى ما يصدقوا؟ انت اقتنعي بالفكرة اول وبعدين بتخلي وقتها كل الدنيا تصدق انه هذا حكمت. شو ما بتعرفي ابوكي؟ انا زلمة خليت الست نجيبة تصدق انه ابوه طلع من قبره وصار يحاكيها. بابا خلي الزلمة يصدق اني حكمت بشرط واحد. عيبوا لك، اصلا انتو كلكم عايشين مشان مصالحكم بهالدنيا. نحن أولادك بابا. صح معك. احكي لشوف شو الشرط. مو في مكان مهجور جنب بيتنا ونحن بدنا نفتحه بيت رعب، نقطع تذاكر للأولاد الأغنياء ومنخوفهم؟ بالله عن جد؟ ايه، وانت كمان بتساعدنا. إيه؟ بتمثل دور الشبح مثل ما عملت بالست نجيبة. ايه بابا، وكمان بتقلع كل الزعرانة من هنيك. انتو لا تقلقوا ابدا، انت بالاول خلي هالخديور يصدق انه انت حكمت، وانا بعدين رح افتح لك احلى بيت رعب بالعالم، رح خلي الناس يوقف قلبهم من الخوف والله. سمرة اكملت ال50 ليرة. احنا ما اعطينا مصاري. شو تخلق معي 3 أولى. كأنه اجى حفيدي. يلا فوت. مساء الخير سيد بهائي، كيف الصحة؟ بس ما كنت أخرنا عليك يعني. ما أجا معك حكمت؟ بلا ليكو ابني حكمت. يلا روح بوس إيد جدك لشوف. جدي ليش أنت حكمت؟ إيه أنا يا روحي، أنا حفيدك حكمت، حبيتك من أول ما شفتك، عن جد الدم بحن. أكيد في شي غلط، حكمت لازم يكون عمره 18 سنة. أنا عمري 18 سنة يا جدي، بس أنا هير طولي ضليت قصير. إيه مزبوط سيد بهائي، ليك كلهم ضلوا قصار بسبب الفقر وأكل الخبز الناشف، يعني مستحيل يطولوا. مثلا ليك شوف بنتي الصغيرة قديش مبين عمرها؟ شي 12 سنة. حطهم بجيبك، عمرها 36. مثلا هذا الشاب قديش مبين؟ مبين بين 4 و5 مزبوط؟ بس طلع تعرف إنه عمره 14 سنة وشهرين؟ ايه صح، انا كبير كتير وماني ولد صغير. يا الله دخيلك، ايه مو معقول هذا الشيء. معك حق ما تصدق، بس بسبب الفقر وقف نموهم هيك وما كبروا. تعرف انا عشت حياة صعبة كتير لدرجة اني ما قدرت طعمي ولادي غير خبز وبصل، ولهيك ضلوا صغار. شوفت عينك يعني. في معي مي زرقة بعيوني ما بشوف منيح، بس مبين قصير كتير بالنسبة لعمره. ابني شبه انت ليش عم تبكي؟ احكي لي شو في. جدي يعني نمت لي ليش لحتى ما يبكي؟
أنا ماني عرفان أبي الحقيقي، وزوج أمي كان يعذبني كثير، وضليت قزم من الفقر، وإذا جدي ما قابلني كمان شو بدي أعمل؟ خلص خلص لا تضل تبكي، تعال معي. ما رح تتركني وتروح مثل أبي الحقيقي، مو هيك يا جدو؟ زوج أمي دائما بيضربني مشان الله انقذني من هالحياة. ليش هيك عم تعذب الولد؟ لأنه ابن مرتك مو هيك؟ تعذيب شو سيد سمعي؟ ليش لحتى أضربه؟ بلا يا جدي، هو بيضلوا يضربني من الصبح للمساء، استنيت أبي الحقيقي لحتى يجي ينقذني، بس الحمد لله إجا جدي بداله. لك ليش هيك عم تحكي يا حيوان؟ إمتى ضربتك أنا؟ أنا رح أسفقك بالصرماية. لا 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 وقف عندك يا سيد فكري، أنا ما بسمح لحدا يرفع إيده على حفيدي، حكمة حفيدي وتحت حمايتي من اليوم ورايح. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.